يرجع تاريخ مدينة صفرو إلى القرن السابع للميلاد، حيث يشار إلى أنها أقدم تاريخيا من مدينة فاس. وما أكد ذلك هي مقولة المولى إدريس تاني مؤسس فاس عندما قال: سأرحل من مدينة صفرو إلى قرية فاس. وكانت صفرو في تلك الفترة مدينة عالية الأسوار والأبواب وقلعة حصينة، بينما فاس قرية صغيرة، ثم ازدادت أهميتها مع إقامة المولى إدريس فيها. تشتهر المدينة بالكهوف العميقة، لذلك اشتق اسمها من كلمة أسفراو كما سماها الأمازيغ، والتي تعني المنطقة المقعرة. فالكهوف المنحوتة في سفوح الجبال كانت عبارة عن مسكن للبدو الأمازيغ، والذي ساعد على الاستقرار فيها. إضافة للكهوف، وفرة المياه والأرض الخصبة، وتعتبر مغارات منطقة البهاليل المأهولة بالسكان، هي أول تجمع سكني، ومنها الزهر العمران فيها في النصف الثاني من القرن السابع ميلادي. وما يميز كهوف البهاليل هي الطوابق الإضافية المقامة فوق المغارات والجسور التي تربط فيما بينها. اعتبرت مدينة صفرو لمدة طويلة ملجأ لجل اليهود المغاربة الذين سكنوا المدينة منذ 20 سنة، وكان عددهم آنذاك ما يقارب 8000 شخصا، لكن أغلبهم اعتنقوا الإسلام فور دخول المولى إدريس الأول، فأصبحت أقلية يهودية في المنطقة وأيضا في مختلف مناطق المغرب، إلى أن رحل جلهم سنة 1967.